يقول: ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة لتحويل الأموال من بلد إلى آخر للخروج من شبهات الربا؟ الطريقة الصحيحة للتحويل أن تشتري العملة التي تريد تحويلها، تشتري العملة التي تريد إرسالها، ثم ترسلها عن طريق البنك أو عن طريق المصارف إلى البلد بعد أن تشتريها. أما أنك تدفع لهم النقود ثم يدفعون لك بدلها في بلد آخر، فهذا فيه تأخر القبض، قبض العوض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، بيع ذهب بفضة مثلا، أو بيعت عملة بعملة أخرى، عملة دولة بعملة أخرى، اختلف الجنس، يجوز التفاضل، لكن لا بد من التقابض في المجلس. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فتشتري العملة التي تريدها ثم تحولها عن طريق البنك أو المصرف أو ترسلها مع شخص. هذه هي الطريقة الصحيحة. وبعض العلماء يقول إنك إذا سلمت العملة لهم ثم سلموك شيكا مصدقا، شيكا مصدقا بالعملة الأخرى، فإن الشيك المصدق يقوم مقام القبض. أفتى بعض العلماء بذلك، ولكن لا شك أن الاحتياط وأن الطريق الصحيح الذي لا شبهة فيه أن تشتري العملة التي تريدها ثم ترسلها. وبقية السؤال يقول: ما هو الأصل في النقود؟ الأصل في النقود الذهب والفضة، الأصل في النقود الذهب والفضة. والأوراق النقدية بديلة عنها، تأخذ حكمها، لأن البدل له حكم المبدل. فالأوراق النقدية التي يتعامل بها الآن هذه بديلة عن الذهب وعن الفضة، فتأخذ حكمها، ويدخلها الربا كما يدخل الذهب والفضة. نعم.